بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله من تسليمات شركة القبطان معانا اتش دي 2010 الجمل، عربية بسم الله ما شاء الله عليها بحالة الفابريكا. استاذ ياسر، الف الف ونون مبروك يا معالي الباشا. حلو استاذ ياسر، تقول ايه يا باشا شركة القبطان، وايه رأيك في المعاملة وايه رأيك في العربية؟ جدا والله، وبقول لهم ان هم احسن ناس واحسن معاملة وفي معاملتكم. بس يا رب يخليك يا استاذ ياسر، المقابلة والاحترام والله، والمواعيد بصراحة والمقابلة بتاعتكم جميلة جدا، والمواعيد مظبوطه وكل حاجه تمام. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، والاسعار اقل من اي مكان على فكره. ربنا يبارك فيك باذن الله، بامر الله. العربيه اهم حاجه، تمام؟ لا تمام الحمد لله. في تقصير معاك؟ لا الله يبارك، كله تمام. الله الف مليون مبروك، الله يا رب يديك خيرها ان شاء الله. حبيبي استاذ ياسر، العربيه بسم الله ما شاء الله عليها بحاله الفابريكا.